وزعت الهيئة اليمنية الكويتية مساعدات طبية في محافظة عدن لمساعدة الأشقاء اليمنيين هناك. المساعدات التي تم توزيعها تأتي في إطار الجهود الإنسانية الكويتية لإعانة الشعب اليمني جراء الظروف المعيشية الصعبة المتأثرة بالحرب. قام وفد رفيع المستوى من صندوق إعانة المرضى الكويتي بزيارة إلى محافظة عدن جنوب اليمن للاطلاع عن كثب عن كل ما تقدمه دولة الكويت من دعم سخي للقطاع الصحي في اليمن، والذي توفر فيه دولة الكويت 70% من المستلزمات الدوائية لهذا البلد. الحمد لله الأمور في تحسن، والمساعدات اللي أرسلوها الأشقاء وبما فيهم نحن في الكويت الحمد لله قاعدة تؤتي ثمارها وقاعدة يعني تصب في مصلحة المرضى والمصابين. نحن هنا اليوم يعني مشاهدة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الصحية، وهي توزيع بعض الأدوية وسيارات الإسعاف. وعقب وصول الوفد الكويتي لمطار عدن، قامت الهيئة اليمنية الكويتية بتدشين استلام 3 حاويات محملة بالأدوية لمساندة الشعب اليمني الشقيق للخروج به من عنق الزجاجة، بيد أن دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا تقف مع اليمن وقفة الأخ مع أخاه للنهوض من كبوته مجددا. سعداء جدا أول باستقبال وفد هيئة الإغاثة الكويتية برئاسة الدكتور محمد الشرهان، والذي حضر اليوم مشكورا أولا ليشاركنا تدشين هذه المكرمة من اللجنة الصحية في الهيئة العليا للإغاثة في الكويت، والمتمثلة في عدد من الحاويات من الأدوية المتنوعة ستوزع على عدد من محافظات الجمهورية، وأيضا عدد من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي أيضا ستوزع لعدد من المحافظات. لم يكن لدولة الكويت أن تقدم دعما بكل هذا السخاء في كل المجالات الخدمية في اليمن دون رقابة منها بشكل مباشر للتأكد من أنها تسير في الطريق الصحيح ومن أنها تصب في صالح الشعب اليمني. زيارة الوفد الكويتي وتدشين استلام 3 حاويات محملة بالأدوية وتقديم سيارات إسعاف للأشقاء اليمنيين ما هي إلا رسائل تحمل في طياتها دعم وسخاء كويتي منقطع النظير. مروان نبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن.